معرض الفرص بالجديد مناسبة للاحتفاء بالفرس الذي يعد رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع تربية الخيول بالمغرب. هذه الدورة الجديدة عرفت تنظيم العديد من الأنشطة لإبراز تقاليد الفرس بالمملكة والمكانة المحورية التي يحتلها الفرس كموروث ثقافي سواء على المستوى الوطني أو الدولي. هذا المعرض هذا بالنسبة لنا هو واحد مرآة بالنسبة لكاع الأنشطة اللي تنظموها في خلال السنة. بالنسبة للمملكة ديال الخيول كاينين مباريات ديال التبوريدة وكاين مباريات ديال الخيول البربرية الأصيلة اللي كاين تنظموا المعرض الفرس واللي عنده واحد إشعاع دولي لأنه مباراة دولية، وكاين مباريات ديال الخيول العربية البربرية اللي تهي تدخل في الأنشطة اللي تنظمها السنة. إلى جانب المسابقات التي تنظم في إطار هذا الحدث السنوي، يخصص المعرض العديد من الأروقة ذات العلاقة بالخيل والفارس، من بينها رواق للتعريف بمختلف الحرف والصناعات التقليدية المرتبطة بالخيول. مثل الحرفة ديال تقشرت على الجلد اللي هي حرفة من الحرف المهددة بالانقراض، ولكن من جانبي الشخصي وخديتها كرسالة أنني نوصلها بطريقة اللي بغيت أنايا. أضحى معرض الفرس بالجديد موعدا سنويا وأرضية لتبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورياضات الفروسية وفنونها، ومناسبة للترويج للتراث المغربي في هذا المجال.